ككل سنة تحتفل مدينة لمطة بشارة التراث بطريقة خاصة ومغايرة للمدن التونسية الأخرى. خصوصية مهرجان التراث الغذائي كما يدل عليه اسمه يحتفي بأكلة شعبية وقديمة ومغلب الناس نساوها. أكلة البسيسة أكلة زمنية فيها منافع صحية كبيرة، ومدينة لمطة تتفنن في صنعها وفي تسويقها في ثوب جديد يتماشى مع هذا الوقت. منصور صنديد عضو بجمعية سيادة مدينة لمطة وكذلك عضو في هيئة الإشراف على الاحتفال وإقامة الدورة 16 لمهرجان التراث الغذائي البسيسة في دورته 16، من مؤسسي هذه الجمعية التي تم بعثها سنة 1992 وانطلقت في النشاط خاصة الدورة هذه نتاع أكل البسيسة بفضل مجهودات ثلة من مواطني لمطة وشبابها وإطاراتها وعلى رأس السيد حبيب صالحة، وتأونت الجمعية وانطلقت في الاحتفال. هذا هو معناها ربما الغير، ربما تسألوني وتتساءلوا لماذا هذه الدورة ولماذا الاشتراك والمساهمة في شهر التراث بهذه الطريقة. احنا الحقيقة كما غير ما نوصلكم الأجواء عامة وروح عطيت لها فكرة كيف تكون الأجواء بصفة عامة في هذه الأيام، غايتنا الأساسية هو أحياء التراث ورهنا على أحياء التراث الغذائي. علاش التراث الغذائي؟ لأن لاحظنا والناس كل لاحظ أن التغذية لدى خاصة عديد الأطفال والشبان كلها معناها استهلاكية معناها متاع حوانت متاع مصانع، ونسينا البسيسة اللي هي أكلة زاد وزواد للأجيال وأجيال، ولا قراوا في جامعة زيتونة ولا كانوا يسافروا كلهم إلا وانتفعوا بالبسيسة، والبسيسة هم خير. لا تبارك الله زيد طلعنا بعد ليه زيدك وقلها احتفلوا بها سنوين هذه دورة 16 دورة 16 ليلة نحصل بها زيدك توفر فيه جميع أنواع الإساس ليلة نحصل من السحلة في الليل الأولى فيه كم قلها ليلة نحصل لها نوري جزء من حرم العداء من عادات وتقاليد وقلها مدينة لمطة، وهي عادات تقاليد في كل مدينة لكن تمتاز بها وقلها خاصة من البيت تمتاز بها لمطة. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال آخر، شنو رأيك في الإقبال نتاع العباد؟ الإقبال والله الإقبال يعني كثير الحضور هذا هو نقول الحمد لله رب العالمين، وكل عام زلنا احنا في يوم اليوم في اليوم الأول للعرض وكل عام خير. والله يا شو نقول لك في مهرجان باهي وإن شاء الله نتعرفوا فيه وإن شاء الله ربي يجيب فيه القسم. وربي يوجد الخير. مش نقول لك أنا أول مرة نجي وعجبني المهرجان ياسر والأحباب والأصحاب تلموا الكل هنا ويذوقوا ومازال فماش خارج أخويا ربي يجيب القصب. يا حاجة شنو رأيك في المهرجان تاع البسيسة للسنة؟ مهرجان كاس برك كيفاه؟ يعني كنت الأولى وليت ثاني ها حطوني في الاخر باش يسرقوني في الباي والزين. ماكش راضي على المهرجان سناف؟ والله واهقه منه ماشي ما قعدتش هذا مره هوني ولا الغدوه. ايه هذه طول البلاصه نتاعك، اما المهرجان ككل معناها كتظاهر وكذا معناها خير من قبل اخي من قبل كذا؟ انا البلاصه جاتني مش كي قبل جاش على ذوقي ديما نقولوا راه الجامعة تسمى الجامعة ورايا ومعناها والناس برشا ناس هما خير من قبل ناس برشا برشا. جيت المهرجان لبسيسة فهمت؟ سمعت مهرجان بالك وشي جيت نشوف شنو فما صافا عجبني فما حضور فما موقع تاع حاجات ان شاء الله الدورات الاخرين جايين ان شاء الله يحسنوا فيهم كيما اللي جايين مش مريق لحد الطرف نورمالمون هو المهرجان نتاع ماكله تبدا بلاصه نظيفه تبدا بلاصه منظمه بدو تو الدنيا داخله بعضها وقلت نظام وغبابر وخمج منا صافا فما ياسر انواع تاع بسيسه على كل لون يا بسيسه صافا
باهي باهي ان شاء الله من حسن الاسم. ان المهرجان والحضاره هذه اصبحت اكبر من لمطه بحجم مدينه لمطه وهيكلتها والانفراستركتور نتاعها وحجم الزوار اللي جونا وريما ولا عندك الضغط. ونحن في حاجه الى عديد اليد العامله عديد المسؤولين عديد الساهرين على مختلف المظاهرات وهي كلها مشاكل ماديه على الخصوص. ان شاء الله نتفقوا رغم من التشجيعات عديد الاطراف اللي اعطتنا الفلوس وذكرت من بين كانت حمايه تراث وعندنا سبونسورينغ زاد من غير ما نصرف في البوبليسيتي بتاع الشركات هما زاد قاعدين عاملين واحنا قايمين بالواجب والتظاهره قاعده تكبر وان شاء الله نهتديوا في الدورات القادمه الى خلق فضاء للاستقبال للاقامه وللاكل وهو يعتبر من اكبر المشاكل عندنا الوقت الحاضر لان قاعدين نضيف المدعوين اللي هم كامل الجمهوريه في مدينه المسيح في النزل.